اهلا بيكم. فيديو جديد. كلام النهارده عن سام اي مش سامي. اوكي، هي ماده موجوده بشكل طبيعي في الجسم. بداوا ان هم يستخدموها في امريكا على انها مكمل غذائي سنه 99، لكن ايطاليا سنه 79 والمانيا سنه 89 كانوا من ساعتها بيتعاملوا معاها على انها دواء بيصرف بروجيتا. اهميه النقطه دي انه مش اول ما نتكلم عن سام اي وفوائدها ويا جمالها وحلاوتها نجري على طول عشان نشتريها، لا، دي حاجة المفروض ان هو دكتور بيقول انها مناسبة ليها ولا مش مناسبة. وزي ما ليها فوائد كتير، هي بعض التحذيرات اللي لازم نخلي بالنا منها. فيلا بينا ندخل بقى الاول على الفوائد العلاجية الكتير بتاعتها. هي ايه الاستخدام الاساسي بتاع المادة دي؟ ان هما بيستخدموها لعلاج التهاب المفاصل، خاصة بيحصل فيه تآكل في الغضاريف والتهاب في الاطراف بتاعة العظام. ده لانه مسكن ومضاد التهاب وبيحفز من نمو الغضاريف، بس النتيجة بتاعته بتظهر بعد وقت حوالي شهر علشان نبتدي ان انا احس ان في فرق. الاستخدام التاني ان هو مفيد لمرضى الكبد، ولو فيه تليف في الكبد هو بيحسن من وظائف الكبد. الاستخدام التالت هو انه بيعالج الاكتئاب، يا اما ان انا بستخدمه كمونوثيرابي يعني كعلاج وحيد للاكتئاب، او ان هو بيستخدم مع مضادات اكتئاب تانية تحت اشراف طبيب. طبعا الحاجات اللي هي اللي جاية دي محتاجين تأكيدات اكتر بالابحاث ان هو فعلا في النقط دي هو مفيد. فسام ايه مفيدة لامراض القلب والتهاب الاوتار والم اسفل الظهر، مفيدة لعلاج الزهايمر ومتلازمة الارهاق المستمر وبتحسن من الاداء الذهني. ممكن تكون مفيدة لفرط الحركة بس عند الكبار مش عند الاطفال، لانها ممنوع انها تتاخد للاطفال. ممكن تكون كويسه اللي عندهم ام اس، صرع، اصابات الحبل الشوكي، صداع نصفي، تسمم الرصاص، كمان لمتلازمه ما قبل الحيض واضطرابات ما قبل الحيض، الهبات السخنه دي اللي بتحصل عند الستات، الركود الصفراوي اللي بيحصل ممكن في اخر شهور الحمل، او لمرضى الكبد. وطبعا للناس اللي جسمهم ما فيش فيه قدر كافي طبيعي من الماده دي بيحتاجوا ان هم ياخدوها. ممكن تتاخد عن طريق الفم او تتحقن في الوريد او العضل. اول حاجه بنتجنب استخدامه في حاله مرض ثنائي القطب ومتلازمه الاشنيهان، شلل الرعايش. ما ينفعش قبل العمليات لانه بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، ولانه بيأثر على الاوعيه الدمويه. ما ينفعش لما يكون حد مناعته ضعيفه، ما ينفعش لمرضى السكر، ما ينفعش للاطفال. ممنوع للحوامل الا لو الدكتور اللي قال، زي في حاله الركود الصفراوي اللي قلنا ان هي ممكن تحصل في اخر شهور الحمل. ممنوع اثناء الرضاعه. يتعارض مع أدوية كتير مسكنة وأدوية كحة وسكر وأدوية شلل الرعايش. ممنوع استخدامها من مكمل غذائي نبتة سان جون. ممنوع أن يتاخد مع أدوية الاكتئاب إلا لو الدكتور هو اللي بيقول. أنا لو ما عنديش أي مانع من الموانع اللي هما كاتبينها دي وخدته، الأعراض الجانبية هل هي صعبة؟ لا مش صعبة. ممكن يعمل غازات، ممكن يعمل إسهال، ممكن يعمل إمساك، جفاف الحلق، صداع، أرق، عرق كتير، دوخة عصبية. طيب الجرعة بتاعت سام اي بتبتدي صغيرة والدكتور بيبتدي ان هو يعليها، على عكس ادوية تانية بنبتدي عالي وبنقل. لا، ده بنبتدي قليل وبنعلى علشان نحاول ان الاعراض الجانبية دي نتجنبها او نقلل منها. بتمنى ليكوا دوام الصحة والعافية. كان معاكم دينا حسن صيدلانية، ودي قناة اصغر السنة الجاية، واستنوني فيديو جاي ان شاء الله. سلام.